انت عايشة ليه؟ أنا من رأيي أنا عايش عشان مش ممكن أكون عايشة مثلا علشان خاطر الناس اللي بحبهم، عشان أبقى موجودة علشانهم، عشان أستمتع، أحاول أستمتع. الموضوع ده تقيل أوي يا جماعة. إيه رأيك في الانتحار؟ فكرة الانتحار؟ بس لو كل ده فشل مش عارفة. أنا اتحطيت قبل كده في الموقف ده، إن حد من صحابي كان عايز ينتحر، حاولت أساعدها وبعدين الموضوع فشل، مش إن أنا كنت لسه ناجحة كفاية إن أنا أساعدها. هو حظ يعني، مش متأكدة. أنا بس الحاجة الوحيدة اللي بفكر فيها في ده، اللي ساعات بتوقفني في دوت لما أبقى متضايقة بزيادة، يعني إن أنا أمي ملهاش ذنب في دوت. هي مش بتستوعب أنا ليه مريت، إيه اللي أنا مريت فيه اللي ممكن يكون وصلني لده، وهي أنا ما أقدرش أحكم عليها بإن هي تعيش بتجربة زي دي. يعني أنا أحس إن ده ظالم جدا ليها. الناس اللي جاب عربية وبتتعايش، يعني دخلت الهبوب 3 أيام بس بتتعايش. ممكن ننتحر مع بعض. فكرتي قبل كده إن أنت الحياة اللي أنت عايشاها دي كلها حلم، وكل إن الدنيا دي كلها حلم، إن ده مش حقيقي؟ حلم؟ هو حلم ولا كابوس؟ في حاجة كده حاسسها ان احنا اصلا احنا عايشين في كذا كون، والاحلام اللي احنا بنحلمها دي حياتنا في الاكوان التانية. عندنا نسخة كتير من نفسنا تاني في الوقت التاني، فده ما اللي بفكر فيه، هل في نسخة تانية مني سعيدة اكتر في الكون الموازي التاني ولا لا؟ او في نسخ تانية سعيدة اكتر؟ مفكرتش في ده قبل كده، ان انا بصدق الواقع قوي. لو حد مضايقتك، صحابك او اهلك، قرر ان هو يتمرد على كل الافكار اللي انت مسلم بيها. عارفه هيكون موقفي ايه؟ ليه انا مطلوب مني اعمل حاجه عشان شخص تاني قرر يتمرد على الافكار؟ لو حبيتي حد من دين مختلف عن دينك هتعملي ايه؟ تكملي ولا في حد من بره ديني كل واحد يحاول ان هو يحب اللي هو عاوزه، مش شرط الديانة. تعالي ارسل. لو ما كنتيش مقتنعة بديانتك او معتقدات ديانتك، هتغيريها وتعلني عن ده ولا هتكملي عليها اسما بس؟ بالنسبة لي مش هينفع، يعني مفيش حاجة اسمها اغير من دين لدين، يعني هي كلها باكج واحدة، مش فارق اغير من ديانة كذا لديانة كذا. يعني لو قررت غير اللي انا مؤمنه بيه تماما، مش هغير حاجه على الورق يعني او على الورق. دي حاجه بالنسبه لي انا مش مضطره قوي اعلن عنها، لانه مش يعني مش هترتب حاجات في حياتي فلازم اعلن عنها عشان الناس يعرفوا وعشان يتقبلوا حاجات، فدي حاجه بالنسبه لي هتبقى خاصه بيا يعني. دي حاجه تخصني انا بس، ان لو في حد سالني وانا عايز اجاوب عليه ساعتها انا اجاوب اللي انا عايزه، او اللي مش فاهم عايزه ما اجاوبش عليه. دي حاجه بتاعتي انا، ما مش دعوه بيها.